تحضر أصبح مشهور أحمل علما للدهور اقرأ وافهم لا تتماهل اعلم أن الوقت يدور أنا فرشاد أحب الحياة ألون أنا كل اللوحات شعري جميل شكلي جميل يعشقني كل الهواة أكتب علوم أكتب درسا كل يوم أقفز أنا نحو النجوم أرسم رسما أصنع فنا لا أخشى الوقت المعدوم مبرات أنا مبرات للأخلاق أعمالي مصنع أحلام من دوني لا يكتب قلم فالكلمة دون استفهام مسترة طرقي وخطوتي تعرفني من رسم خدوتي فحياتي كلها هندسة وقياس في كل شروطي إنه يوم النشاط العالمي ولهذا قررت أن أقيم مسابقة النشاط فعلى كل منكم القيام بواجبه على أكمل وجه وسنختار في نهاية الدرس الأفضل ونقدم له جائزة وما الذي علينا أن نفعله؟ سؤال جيد وسأقوم بتوزيع الأدوار الآن عليك يا منحات أن تمسحي 5 صفحات كاملة من الكتابة ماذا؟ وأنت يا مبرد عليك أن تبري 20 قلماً 20؟ رقم كبير وأنت يا حبور عليك أن تكتب لنا جدولاً لأسماء الشهور وبالخط الكوفي إنها مهمة صعبة ولكنها تحمسني أيضاً وأنتم عليكم أن ترسموا قوس قزح كبير وتلونوه بألوان براقة سيبدأ الدرس بعد 15 دقيقة يجب أن تكونوا قد انتهيتم من واجباتكم والآن انطلاق جميل ما كتبت يا حبور شكرا إن الخط الكوفي هو نوع من أنواع الخطوط العربية الجميلة لا جميل أظن أن فريق القوس قزح سينهون واجبهم النشاطي قبل الجميع كل شيء ممكن ولكن ليست السرعة مقياس النجاح المهم هو إتقان العمل فرشات لقد أنهينا رسم الأقواس والآن لم يتبقى غير تلوينها لقد حان وقت الدرس هذا هو حرف الدال كما في كلمة درس شكرا حبور حرف الدال مميز وجميل مسترة وقلوم وفرشات وفرجال ارسموا لنا سريرا وسنطلب من الورقة السحرية اظهاره ليكون جائزة اليوم رائع هيا يا اصدقاء تارا إنه جميل يا أيتها الورقة السحرية أظهري لنا السرير الجميل ليكون جائزة النشاط لنذهب الآن ونقيم كل عمل من أعمالكم أنت
آسفة، لقد استعجلت قليلا. لا تهتمي يا صديقتي، لقد قمت بمجهود كبير. ولكنك قد أتقنت عملك جيدا يا مبرد. حبور، لقد نسيت أن تكتب شهر أيار. آسف، لقد استعجلت قليلا، صحيح ذلك. لقد أحببته، إنه جميل جدا. مسطرة وقلوم وفرجال وفرشات، أنتم الفائزون بجائزة النشاط، اختاروا منكم واحدا لأخذ الجائزة. نختار فرشات لأنها أجهدت نفسها بالتلوين كثيرا. هيا نتعلم نتعلم نكتب في حبر الحبور، هيا نتفهم نتفهم معنى العلم ومعنى النور، هيا نتعلم نتعلم نكتب في حبر الحبور، هيا نتفهم نتفهم معنى العلم ومعنى النور، هيا نتقدم نتقدم ونواصل كشف المستور، هيا نتقدم نتقدم ونواصل كشف المستور، نكتب حرفا ندرس درسا نكتب ما يكتب طبشور، نكتب حرفا ندرس درسا نكتب ما يكتب طبشور، نتعلم علما في نقش نقفز قدما نحو النور،